بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن موضوع الطاقة، موضوع مهم جدا في البحث بالنسبة للبرايمري 3 برايمري 4 وكل البرايمري ستيج. طبعا مطلوب مننا دلوقتي في موضوع البحث كتابة جملة او لافتة بتحس فيها زملائك على الحفاظ على الكهرباء. العبارة الاولى: turn off lights before you go out. Turn off lights, اطفي الانوار. Before you go out, قبل ان تخرج. مهمة اول العبارة دي في حياتنا اليومية يا جماعة، ان احنا نطفي الانوار قبل ان نخرج. العبارة الثانية: save lights, you will save your money. ان توفر الاضاءة ستوفر نقودك. يعني لو احنا ما استخدمناش اضاءة كتير اكيد مش هندفع فواتير كتير للكهرباء. العبارة الثالثة: try to use energy saving lamps. يعني ايه energy saving lamps؟ يعني اللمبات الموفرة. try to use energy saving lamps، حاول ان تستخدم اللمبات الموفرة. العبارة الرابعة: too much lights today equal for too much darkness tomorrow. كثير من الإضاءة اليوم تعني كثير من الظلام غدا. كثير من الظلام غدا. العبارة الخامسة: without electricity there is no life. بدون الكهرباء لن يكون هناك حياة. العبارة السادسة: electricity is so important, don't waste it. الكهرباء مهمة فلا تضيعها. العبارة السابعة: save energy for the coming days. وفر الطاقة للأيام القادمة. العبارة الثامنة: electricity is the light of life, use it carefully. الكهرباء هي ضوء الحياة فاستخدمها بعناية. الموضوع الثالث في البحث: تصميم لافتة على شكل مستطيل للحفاظ على الماء باللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية. الموضوع اللي جاي دلوقتي يا جماعة هنتكلم على العبارات المطلوبة في بحث عن الماء. العبارة اللي جاية للحفاظ على المياه. العبارة الأولى: A drop of water worth a whole life. قطرة ماء تساوي حياة بأكملها. العبارة الثانية: Don't use much water. It's the life of the others. لا تسرف في استخدام المياه، إنها حياة الآخرين. ودي نصيحة بصراحة بوجهها لكل أبنائنا. العبارة الثالثة: Don't use much water even you are on a flowing river. لا تسرف في المياه وإن كنت على نهر جاري. العبارة الرابعة: And we made from the water everything live, so be faithful and save water. وجعلنا من الماء كل شيء حي، لذلك كن مؤمنا واحفظ المياه. العبارة الخامسة: Without water there is no life, so use it carefully. بدون الماء لا توجد حياة، فاستخدمها جيدا. العبارة السادسة: A lot of water equal for a lot of suffering in the future. كثرة المياه تساوي المعاناة في المستقبل. العبارة السابعة: Until it disappears, then we value every drop of water. لن نعرف قيمة قطرة المياه حتى تختفي. دي مجموعة العبارات يا جماعة اللي بنستخدمها في كتابة البحث. Please don't forget, subscribe, like and share. Thank you and goodbye.